أصلا الذي درس الجزرية، متن الجزرية، الإمام الجزري رحمه الله تعالى، وإلا تقدم في علم التجويد والقراءات. فهناك الوصل والفصل في بعض كلمات، بعض حروف جر تتصل بكلمات بعدها، فهذا معروف ومعلوم عند علماء التجويد، وهذا كله توقيفي. هذا الرسم ليس من استنباط المخططين أو الرسامين، فكما ورد وكتبه الصحابة الأوائل فنقل كذلك. قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط، فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع، ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المدارس والرباطات وغير ذلك، والله تعالى أعلم. التنقيط لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تنقيط في الكلام، يكتب فقط الكلمات بدون لا نقاط ولا حركات. ثم بعد ذلك ظهر التنقيط معناها، واستحبه العلماء لأنه يزيد في الضبط، فيفرق ما بين التاء والناء والياء مثلا، ولتفرق سهلة بين التاء والنون والياء، لأن كلاهما يكتب بنفس الطريقة، لكن الأولى الباء نقطة من الأسفل، النون نقطة من الأعلى، والتاء نقطتين من الأعلى، وغير ذلك القاف والفاء إلى آخره. فهذا التنقيط زاد دقة في المصحف والحركات بعد التنقيط، معناها بدأ التنقيط ثم بعد ذلك الحركات. فصل في حكم كتابة القرآن بالنجس وعلى الجدران. لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وهذا باتفاق، وتكره كتابته على الجدران عندنا عند الشافعية، وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه. وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها. هذا معنى عند الشافعية يكره كتابة القرآن على الجدران، قالوا يكتب في الأوراق وكل ما هو من شأنه أن يقرأ، وقالوا حتى إذا كتب على شيء مطعوم، شيء يابس وهو يؤكل، قال كتب ثم بعد ذلك أكل ذلك الشيء، قالوا هذا جائز. وعندهم أيضا مكروه إذا كتب على خشبة إحراق الخشبة. بطبيعة هذا مكروه اختيارا، أما إذا كان لضرورة أو هذه الخشبة مثلا أصبحت غير صالحة للاستعمال، فهذا يجوز إحراقها، فلا ليس هناك مشكل في ذلك، بل الأفضل إحراقها من أن إذا كان معنا أصبحت غير صالحة للاستعمال، كان الحل المصحف مثلا أفضل من أنك تضعه في مكان وقد يداس وقد معناها يهترق، قد تصيبه الحشرة متاع الأوراق، فيكون لحفظه ولصيانته يحرق أفضل. فصل. قال: ويحرم توسده، بل توسد أحد كتب العلم حرام. يحرم أن تضع المصحف تحت راسك ولا تحت المخدة ترقد عليها، محرم هذا. القرآن بطريق أولى بطبيعة. قال: ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه. عنده معناها الإمام النووي رسالة اسمها الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام، أنه يجوز الحب القيام لأخذه. وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. وروي أنه يضعه في مكان عالي، وهذا كل ثابت عن الصحابة الكرام، هذا من تعظيم المصحف. فصل في حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو وبيعه من الذمي وحمله للمجنون والصبي. تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. إذا ناس معناها تعرفهم عندهم عداوة للقرآن والمسلمين، عداوة ظاهرة، وأينما يجدوا المصحف يحرقونه ويهينونه، يقومون بأشياء لا تليق بعظمة المصحف. لكن إذا كان معناها مثل الآن، زمان الآن، معناها المصحف في العادة لا يمتهن إلا من بعض الشواذ
فلذلك يجوز حمل المصحف حتى في بلاد الكفر بشرط صيانته وعدم تركه في أيدي الكفار، لأن يعني هم ليسوا على طهارة لا يجوز لهم مسه. قال: ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه في صحة البيع قولان للشافعي، أصحه ما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه، ففي الحالتين ممنوع. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. بطبيعة المجنون لا يعرف المصحف، تعطيه مصحف مش يرمي في الشارع عفس عليه، أو الصبي مازال غير مميز تاع 3 سنين 4 سنين، هذا يحرم. اللي يعطيه المصحف يتحمل هو الوزر في ذلك. فالصغير ما تخلوش المصحف زاد قدامه، ابن صغير تاع 3 عامين و3 والمصحف محطوط على الطاوله قريبه، يشد ويقطعه معروف. فلذلك هذه مسؤوليه الوالدين، ومن عنده الاطفال او عنده شكون منها من العائله اللي هو عنده جنون، ابتلاه ربي بالجنون او بشيء من هذا القبيل، لا يجوز له ترك المصحف امامه او اعطاء المصحف في يده. قال: فصل في حكم مس المصحف وحمله للمحدث. يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته او بغيرها، وسواء ملث وهو ضعيف. معناها المصحف تهزه بيدك وانت غير وضوء، يحرم تهزه في قفه، في قفه صندوق هو ماكش ماسه طول لكن ماسه عن طريق واسطه، يحرم ايضا، وهذا قول المالكيه ايضا. ولو كتب القران في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب او كثر، حتى لو كان بعض ايه كتب للدراسه حرم مس اللوح. أكل الألواح اللي يقرأوا بها التلامذة في الكتاب، كيف كتب فيها القرآن، اللوحة هذيك تولى تمثل بطهارة. في المدرسة كتبوا في ورقة آيات قرآنية، لا يجوز مسها بطهارة. مش كان المصحف المعروف المطبوع. قالوا إذا كان غلب الكلام غير القرآن يتبع التغليب. أما إذا كان غالب قرآن وأشرح مفردات في الأطراف كما الجلالين، قرآن هذاك. يعتبر كتاب تفسير. معناك تمس ولازم يكون على طهاره، تفسير الجلالين انه شرح مفردات، فالقران هو الغالب. مثلا تفسير ابن كثير او تفسير امام حمطار بن عاشور يجوز مسه بدون طهاره، لانه هذاك تفسير غالب كلام مفسر وايات قرانيه قليله في الصفحات. فهذا الضابط في ما يتعلق مس المصحف، ولابد ان انتبه. واياكم ان تسمعوا لهؤلاء اللي يقولوا لك يبدا جزء معناها قلب سين حزبي يمس بغير وضوء، هذا تخريف، هذا اسمه تخريف. المصحف سواء حزب، سواء جزء عامة، جزء سبح، جزء رابع، الجزء الأول، 60 حزب، كل نفس الحكم، ولا يفرق بينهم. كل في حكم فصل في حكم حمل المصحف بواسطة أو حائل. إذا تصفح المحدث أو الجنوب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه ففي جواز وجهان لأصحابنا. عند الشافعية قالوا القرآن تمشي فيه بعصا تورق فيه من بعيد، أظهرها جوازه وبقطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف، يلبس جواندوات ويلبس حاج ويعدي به كيف حرام. وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها، والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم. العلماء من مثلا الحائض او من هو يتعلم في القرآن ونقض وضوءه لو ان يواصل مس المصحف بدون وضوء، يتوضا في الاول، اذا نقض وضوء اثناء القراءه اثناء حفظ القرآن فيجوز له مواصله مس المصحف بدون وضوء. هذا استثناءات قلنا، اما الاصل تحريم مس المصحف بدون طهاره ولو جزء منه. فصل في حكم كتابه المحدث المصحف، هل واحد غير متوضئ له ان يكتب قرآن او لا؟ إذا كتب الجنوب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل ورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحمل ولم يمسها ففي 3 أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على، ولكن المجنب يحرم عليه لأنه يحرم عليه القراءة أصلا، فالكتابة طريق أولى. فصل في حكم مس كتب التفسير والحديث والفقه وما حوى آيات قرآنية. إذا مس المحدث أو الجنوب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن
أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به. هذا كلي هذا عند الشافعية، لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام. عند المالكية لا يجوز حمل مصحف ولو بحال، ولو أنت حامل عندك فنيجة فيها متاعك ولكن فيها مصحف، هذا لا يجوز حمل هذه الحقيبة بدون وضوء بدون طهارة. عند الشافعية هذا جائز، حمل من أمتع عديدة فيها مصحف وحملت الكل هذا جائز عنده على قول، وقول الثاني يحرم. احنا مالكية يحرم ذلك. أما مثلا كتب التفسير أو كما ذكرت هذا كل جائز عند المالكية، وحتى عند الشافعية جائز كتاب تفسير أو كتاب فقه في بعض آيات قرآنية يستدل بها على الحكم الفقهي أو كتب حديث أو كذا، هذا كل يجوز مسه بدون طهارة. وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن. قال إذا كان مثلا لباس أو شيء معناه غطاء وفيه آيات قرآنية قال يجوز مسه هذا الغطاء، لكن لا يجوز لبسه. مش تلبسه لأنك مش تقعد عليه، مش تك عليه، تك على القرآن، هذا من سوء أدب مع القرآن ولا يجوز. أكثر من غيره حرم مسوى وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففي ثلاثة أوجه: أصح ولا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة نحوهما حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. بطبيعة هذا على الشافعية، احنا بينا القول عند المالكية. قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى ألا يمسها إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات لم يحرم مسه على المذهب بل يكره. وفيه وجه أنه يحرم وهو وجه الذي في كتب الفقه، مثلا كتاب تفسير ولكن الغالب فيه كلام مفسر والآيات قليلة، أو كتاب فقه أو حديث إلى آخره، كل هذا جائز مسه بدون طهارة. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله، فقال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل. القراءة الشاذة التي وردت بعض آيات قراءة الشاذة موجودة هي لا تقرأ لا تعتمد كقرآن، قال هذه يجوز مسها لأن لا تعتبر من القرآن الذي بين أيدينا، وكذلك التوراة والإنجيل لا تعتبر مثل القرآن في الحرمة مس من دون طهارة. عند كتاب مثلا توراة جاء قدامك مرة، بطبيعة الحكم الشرعي لا يجوز امتلاك هذه الكتب وجعلها في البيت، هذا يحرم التوراة والإنجيل والزبور إذا وجد نسخة، فقط للجواز لمن يدرس هذه الكتب ليرد على أصحابها، إنسان متخصص في مقارنة الأديان أو في العقيدة وعنده هذه الكتب حتى إذا معناها جاه نصراني أو يهودي يحاججه بما عنده في كتابه، معنى هذا من هذا الباب جائز، غير ذلك لا يجوز. ولا يقول حب الطلاع ولا نعرف ولا عقيدتي سليمة، راهو لا يدفع شبهات هذه الكتب إلا ما متمكن في العقيدة، تمكن مش قراءة عام ولا عامين ولا ثلاث سنين ولا قراءة فرع زيتون يخرج قالوا لي قريت ثلاثة كتب في العقيدة سيئ، ولو يمشي بذلك الفكرة لم يحصل خمسة ستة شبهات من كلام معناها غالط 100% واضح، راه فما كلام يقرأ يقول لك يمكن يجب يكون صحيح وهو لا علاقة بالعقيدة ولا علاقة بالدين الإسلام. فهذا من هذا الباب العلماء قالوا يحرموا اقتناء كتب أهل الكتاب وجعلوها في البيت، تركوها في البيت، خلاها في البيت ما قرأها تقرأ شنتي يجي ولدك أقرأها ومن بعد يودي يقول لك والله ديانتهم باهي أو والله عندهم حوايج باهي. وبطبيعة هما يحلوا ما حرم الله ويحرم ما حل الله وعند دين آخر كامل، يلقى عنده الزنا مباح يقول لك والله باهي الدين باهي إذا في الزنا مباح الخمر مباح هو أمر. ولا يحرم بغيري على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغير من العلماء، عندك نجاسة في يدك المكان فيه نجاسة يحرم مس المصحف به، عندي يدي هذه فيها نجاسة لا يجوز تمس المصحف ويدك لا فيها النجاسة ونجاسة لامس المصحف، عندك نجاسة في قدمك وانت مس المصحف بيديك ليس مشكل، المشكل في لمس المصحف بما فيه نجاسة، نجاسة تكون متصلة بالمصحف هذا يحرم. وقال باتفاق مذهب الأربعة
وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، وغلطوا أصحابنا في هذا. وقال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله مردود بال. قال ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه، تكون عندي نجاسة في مكان آخر وأنا مثل المصحف بمكان طاهر، هذا بطبيعة ليس فيه مشكل. فصل في حكم مس المصحف لفاقد الماء. من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم للصلاة أو لغير ما يجوز له التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث، وجوزنا له الصلاة للضرورة. هنا قول المالكية أيضا، عند المالكية إذا لأنه عند المالكية تسقط الصلاة أصلا، هو الشافعي يقول الصلاة لا تسقط، احنا اذا سقطت الصلاه طريق اولى لا يمس المصحف. اذا الانسان لم يجد لا وضوء لا تيمم، علقوه في الهواء وعنده مصحف في جيبه، لا يجوز له قراءه من المصحف، مس المصحف يقرا من راسه يقرا المصحف لا يجوز مسه. الصلاه تسقط عنه الصلاه، قول مشهور عند المالكيه تسقط عنه الصلاه. عند الشافعيه يصلي ولكن مس المصحف ممنوع، فاحنا نتفقوا معاهم في مساله مس المصحف. ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة، قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه التيمم. قال إنسان داه ملوثتين بالنجاسة وكذا ومش يحط على المصحف، وانت مش على الوضوء تأخذ المصحف وتحطه في مكان عالي وانت على غير وضوء، هذا الضرورة حتى لا تكون فيه امتهان من طرف ذلك الصبي. الحالات هذه جائز مس المصحف من غير طهارة أصلا، غير هذه الحالة تاع الضرورة اللي حفاظ على المصحف لا يجوز. مش واخذ نخمل في الدار ولا باش نقعد نمشي نتوضا ولا يهز منه، هذا يحرم راه، أي يهز بعده منه وننظف بعد الردو ونعمل على غير طهارة، هذا يحرم راه. أو نبه النساء بصفة خاصة وضوء ولا طهارة سيدي؟ تعرفوا شو معنى الطهارة ولا؟ شو معنى الطهارة؟ إي يعني كنقول وضوء خاطر ذاك الغالب، الغالب أن الإنسان يكون محدث مش غالب أن يكون جاء على جنابة. قال ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودع إياه، هذا قلناه. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصول في يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة، خاطر وقت المصحف معرض للامتهان بطريقة واضحة، فلك أن تأخذه وأنت على غير طهارة وتضعه في مكان بعيد على أيدي هؤلاء أو على هذا الشيء الذي قد يصيب المصحف، شعلت نار في مكان فم مصحف فتأخذه ولو على غير وضوء حتى لا يحترق من جمل ما هو يحترق في البيت، لأنه يعني احنا قلنا الحرق المصحف يجوز المصحف الذي أصبح بال لا يستطيع أن يواصل فيه القراءة ويقرأ منه أو يحفظ منه، هذا قلنا يحرق ويوضع في مكان معناها بعيد على، إما يدفن في الأرض أو يحرق حتى لا يمتهن. أما إذا كان مصحف عادي إذا كان سيحرق لابد أن نأخذه قبل أن يحرق، ولكن يجب تعليمه أنه نبين له أن المصحف يمس على طهارة والرغبو باش يتوضا المصحف، مش معناها خاطر صغير أو خلي نعود ورا المصحف تكون على الوضوء، هو بطبيعته مش بيتعلم الصلاة، فبنفس البالغ يحرم مسه بدون ضرورة كما قلنا، والضرورة راهي هي حماية المصحف الامتهان، راه مش الضرورة ننظف الدار اللي مش ننظف ضرورة لا، ولا والله خاطر عندي يعني باش نقعد نمشي نتوضا وكل ولا باش نضيع لي شوية وقت خلينا نهزو، لا هذا ليس ضرورة. فلذلك ومش تشري مصحف مثلا من مكتبة ولا حاجة، تتوضا تمشي باش تشري مصحف، مش تمشي من يد على الوضوء مش يعطوه لك في يدك معناها أنت على غير طهارة، هذا يحرم. ومولا المكتبة إذا كان مش متوضي ادخل أنت مدوا المصحف، قولوا خليه عم مش ناخذ المصحف هذاك خليه انا على طهاره، تمشي تمد وانت ما تخليش ياثم هو، خاطرك يمد هو على غير طهاره عنده اثم. ناس ربي اعطاهم من خيراته واعطاهم من الدين ما لم يعطي غيرهم لتعظيم المصحف، عندهم حاجه تعظيم المصحف تعظيم كبير جدا، كي يجي واحد منا خاطر احنا متعودين على الامتهان تاع المصحف مش غادي يقول مش بيكم كثرتوا لها، ممكن يبدا واحد عنده سوء ادب كبير وواحد متادب برشا يقول له كثرت لها بالادب معناها برشا خاطر هو مش متادب، فهمت عنده حاجه غريبه، هذا كاش يصير لنا احنا كي يمشيو الغادي جماعه يقول والله يا جماعه مبالغين مع برشا كثرتوا لها المصحف شنو تعظموا فيه لهالدرجه، هي خاطرك انت فاز
هما مريقلين، هذاك هو التعظيم، ويتبعوا في الشرع اللي نقراو فيه تو يتبعوا فيه هما حرف حرف، واحنا مش نتبعوا فيه. والله كتاب انا كتاب عادي ور هانا اسمه كتاب القران من عند الله ما شاء الله اكهو، اما ارمي ولا كراهه في شرائه وفي كراهه بيعه وجهين لاصحابنا الصحوم. ونص الشافعي انه يكره، هذا عند الشافعيه، عند المالكيه لا, لا لا يكره لا البيع ولا الشراء. ومن قال لا يكره بيع ولا شراء الحسن البصري وعكرمه والحكم بن عتيبه وهو مروي عن ابن عباس. وكره الطائفة من العلماء بيع وشراءه، حكى ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، وروي عن ابن عمر وابي موسى الأشعري التغريد في بيعه. بعض العلماء قالوا المصحف لا يباع، يعطى مجانا للمسلمين، لا يباع أصلا، لكن القول المعروف به أنه يباع ويشترى، يعني من الأشياء التي تمتلك المصحف. وذهب الطائفة للترخيص في الشراء وكراهة البيع، القول المعمول به أنه يجوز بيعه وشراءه، هذا المعمول به في كل دول وفي كل العالم الإسلامي، وهذا ما أفتى به كل العلماء تقريبا في المذهب الأربعة. هذا من استثناءات معنا بعض أخوان العلماء، هو شنو، لأن الشراء البيع جعلوه للسلع العادية من باب تعظيم القرآن، يقول لك لا يباع ولا يشترى من هذا الباب، هو من باب التعظيم، ولكن لم يرد دليل في ذلك أنه لا يجوز بيع ولا شراء. ولذلك العلماء أخذوا بجواز بيع وشراء حتى لا تكون مشقة عند الناس في ذلك. ومثلا من كما يقولوا معناه يشتغل بطبع المصحف أو كذا، هو عنده معناه قام مجهود فيأخذ ثمن مقابل ذلك، مقابل عمله، فمن هذا الباب. فكل ما هو له قيمة يباع ويشتغل، وقالوا كذا وقالوا كذا. إذا لقيت واحد قالك مكروها في بلاد، قالك ما أنا ما نبيعوش المصحف، تقولوش بيك، يمشي على قول ما قال العلماء، قال لك نحن نهديه ما عندناش بيع، تقولوش بيك احنا والله احنا نبيع ونشري، انت غلط. ليس خطا، اذا واحد يحب يعطي كان اهداء له ثواب في ذلك من تعظيم القران ونيه معناه تسهيل وصول القران للناس. طيب، ولو هو المصح معنا متاحه تقريبا لكل الناس، معنا ما فيش مشكل كبير. طيب، هذا بعد قال باب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في كتاب لا ترتيب وقوعها، هذا معناه تابع كل فهرس الكتاب، ليس من صلب الكتاب، من يقرأه يريد أن يستفيد منه يستطيع أن يقرأه. احنا نتوقف هنا، أن يحشره وجميع العلماء ونحن معهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أيدهم بنصرك المبين وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم نسألك غيثا نافعا هنيئا مريئا رغدا طيبا يا رب العالمين. اللهم زدنا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من لك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا كمال الأدب مع كتابك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا كمال الأدب مع كتابك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا آداب تلاوة القرآن يا رب العالمين، وارزقنا تعظيمه يا رب العالمين. اللهم يا رب نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة رب العالمين. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا واهدي الضال منا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم بارك في نياتهم وطلباتهم وارحم الأموات منهم يا رب العالمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة وتتوفنا وأنت راض عنا. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منه وما بطن يا رب العالمين، ونعوذ بك من أهل البدع والضلال يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على طاعتك والاستقامة على طاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم إلى الممات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الدعاة عندك وإليك لكل الأمة يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم نسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. وبسر أنوار الفاتحة، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.